ولما كانت الحلقة الثانية والخمسون بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد أحلى من قطوف الجمال، وأصفى من سبحات الخيال، وأشهى من لحظات الوصال. فوجد الملك نفسه ينهض لها ويحيي جمالها، فأسرعت إليه وارتمت بين يديه. كلا كلا يا مولاي. شهرزاد، خويت دمتك يا مولاي، والملك لا يقوم للخوادم. ولكني لا أقوم لك أنت، إنني أقوم لهذا الحسن. مولاي، عندما يجمعنا الليل والهوى والأحلام، عندما يتسلل إلى قلبي صوتك الدافئ النشوان، عندما أجلس إليك وأنا نائم يقظان صاح سكران، عندئذ يخيل إلي أنك إحدى حوريات أساطيرك هربت من مكانها في قصتها. حورية هربت من مكانها في قصتها وتمثلت أمامي في صورتك يا شهرزاد. وأيهن أكون لو كنت يا مولاي؟ كنت تكونين عين الحياة، لا بل الوردة في الأكمام، بل قمر، بل بدر البدور، بل عطرشان، بل نزهة الزمان. لا، أنت كل أولئك يا شهرزاد. كذا؟ ألا تحسين هذه المعاني؟ وأعيش فيها. وكيف تجدينها؟ كيف أجدها؟ سلني كيف أجد نفسي منها. وكيف تجدين نفسك منها؟ أجد نفسي كماء الهندكوش المقدس، لا يشربونه وإنما يتبركون به. يلتمسون البركة في ماء الهندكوش؟ ألا ترين أن ذلك أقرب إلى معاني الصفاء التي تتفق مع روح الماء؟ ولكنه تعطيل لطبائع الأشياء، كمصباح علاء الدين، يموت الناس في طلبه حتى إذا وجدوا لم يضيئوا. ولماذا يطلبونه إذا كانوا لا يضيئونه؟ لذلك قصة يا مولاي. أية قصة يا شهرزاد؟ قصة علاء الدين والمصباح السحري. وما ذاك يا شهرزاد؟ الطمع الذي يردي والحرص الذي لا يجدي. وكيف يا شهرزاد؟ زعموا يا مولاي أنه كان في مدينة بلوخستان فيما سلف من الزمان رجل خياط يحيك الأنماط ويكسب منها ما يكفي حاجته ويعول به ولده وزوجته، ولم يكن لهذا الخياط من البنين غير ولده علاء الدين. ولما كان علاء الدين وحيد والديه نشأ مذللا على فقر أبويه، فلم يثبت لصنعة يتعلمها ليعيش منها إذا مات والده وانقطع مورده، بل كان يفضل اللعب مع الصبيان والشقاوة مع الغلمان. وقلق الرجل على مستقبل ابنه، خصوصا بعد أن وصل إلى مثل سنه، وزاد ذلك من همه وحزنه، فأغلق الدكان وذهب إلى بيته وهو ثائر غضبان. أمال فين علاء الدين؟ أنت بتسألني فين؟ الولد هرب من محل النجارة. أهو تلاقيه بيلعب في الحارة. وكمان بتقولي لي بيلعب في الحارة؟ تقدري تقولي لي مش عاوز يتعلم صنعة ليه؟ وأنا هعمل له إيه؟ اللي زي ده لو جرالي حاجة يعمل إيه؟ يشحت ولا يعمل حرامي؟ وأنت هتجيب الذنب مني ليه؟ أنت هتجني على الولد وتضيعي. هو فيه كلام بيسمعه؟ أنت اللي أصلك مدلعه. وأنا هشوف إيه ولا إيه؟ العيل اللي في سنه كل حلمه يبقى على امه. انت اللي بعترته ومش قادر تلمه وجاي النهارده تنعي همه. اسمعي انت يا وليه، انت ما تقوليش وليه، هو ابنك وانت ابوه واللي تعملوه اعملوه. طيب والله العظيم الله، ايه ده؟ الكوره بتاعت علاء. قليل الادب.
الكرة دخلت هنا؟ كلمني أول يا قليل الأدب. راحت فين الكرة؟ اتكلم أبوك الأول يا علاء الدين. كرة إيه يا ولد يا علاء؟ أنت لسه صغير على الحاجات دي. اللي زيك النهاردة بيشتغلوا وبيجيبوا فلوس. كرة؟ كرة في عينك قليل الأدب. تقدر تقول لي أنت هربت النهاردة ليه من عند النجار؟ ما تتكلم، مش عاوز تتعلم؟ فهمني بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اوعى كده، سيب الولد. معلش ابعدي ابعدي، ما تضربوش بايدك، انا اجيب لك عصايه. هاتي لي عصايه. ليه ليه بس يا علاء، ما تسمع الكلام يا ابني. خلاص حرمت يا امي. حالتك دي هتفلسني. عاجبك كده يعني؟ احرم؟ ما عندش اهرب يا امي. وانهربت تاني؟ اضربوني كمان. مش ممكن، ده ولد تلفان. طب معلش النبادي يا ابو علاء، انا حضمنه النبادي، ونهرب مره تانية يبقى ذنبه على جنب. من الصبح يروح للنجار. من الصبح يروح للنجار. من الصبح اروح للنجار. اسمع يا علاء يا ابني، انا كنت بضربك وانت صغير، ويا ريته كان بفايده. انت فاهم ان ابوك ايه؟ احنا يا ابني ناس فقراء على باب الله. لو جرى لي حاجه النهارده مش هتلاقي اكل بكره. تقدر تفهمني لو مت انا النهارده تعمل ايه؟ ربنا يطول عمرك يا ابو علاء. ابنك ده هيموتني ناقص عمر. الولد بيطلع زي ابوه، انت مش راضي تاخدني معاك الدكان ليه؟ انا مش عاوزك تطلع زيي، انا عاوزك تطلع احسن مني. لكن انا عاوز اطلع زيك خياط. وهم الخياطين وحشين؟ طيب يا ريت علاء يطلع زيك. وانت فاهمه انه هيصمل؟ اهو كلام، انت ما انتش عارفه ابنك. نجرب اخر مره. انا قلبت عليه الحرف والصنايع، ده هيطلع صايع، ده ولد ضايع. مدام دي رغبته نفذها له، ولا تعلم يمكن غويه. يا ستي غاوي ايه؟ قلبي بيقول لي ان ربنا حيفتح عليه. يا ستي احب ما على قلبي، انا عاوز ايه؟ كل ما في الموضوع ان قلبي بياكلني عليكم، خايف تتبهدلوا بعدي. خلاص دي اخر حاجه واخر مره. خلاص خلاص، انا حنفذ لك رغبتك آخر مرة أجربك. من الصبح عالدكان. من الصبح عالدكان. من الصبح عالدكان. ما تبكيش علي، الدنيا كده يا أم علاء، مش صعبان علي غير علاء الدين. لا في ايده صنعة ولا في جيبه مال. عندكوا طقمين في الدكان لسه ما تقطعوش، ابقوا بيعوهم واشتروا من تمنهم فاكهة، وخلي علاء يبيعها وربنا يتولاكم. اللي خلقكوا مش حينساكوا. أبويا علاء الدين. أبويا أبويا علاء، أنا ما سبتلكش حاجة يا ابني، حاجة واحدة حفوتها لك، نصيحة حقولها لك. علاء الدين احلف يمين، لا تآمن خاين ولا تخون أمين. أنا موت وأنا مرتاح لو حلفت لين. عهد ويمين، لا آمن لخاين ولا خون أمين. الحمد لله. توصب أمك يا علاء، توصب علاء، توصب بعض انتو الاثنين. الفاكهة ما عرفتش تبيعها. يا ميلة بختي فيك، ده انت موت الراجل طقيق.
عمالة بيحفى حاجة البيت قدام عينيك لما ما عادش حاجة قدامي. ده انت لا بتحس ولا بتاخد لك راجع. خلاص ولا لسه عاوزة تشتمي؟ انت بقيت راجل زي الفل اهو. طب ما تخلصي. هتعمل ايه؟ اما تخلصي شتيمة اول اقولك هعمل ايه. انت طول ما انت ملموم على الهموم مفيش منك راجع. مش كفاية مش كفاية ابوك واللي جاني فيه. حد غيرك ما يخوجنيش. يا خسرتك يا ابو علاء. اسمعي يا ما اسمعي مني كلمة مش هتسمعيها تاني. احنا لسه على الصبح اهو. انا هعتمد على الله ومش هرجع لك الا ما ربنا يفرج. علاء اذا ما رجعت الكيش ما تدوريش. علاء انا ليا مين؟ ما تسيبنيش. علاء علاء علاء. هو خرج علاء الدين وهو كاسف البال حزين، وظل يضرب في شوارع بلوخستان حتى وصل إلى المكان الذي كان يجتمع فيه مع الشبان، وقد أجهده المشي طول النهار وأنهكته الأفكار، وقد لبس لباس الجوع وعلى خديه آثار الدموع. فلما وصل لأصحابه نكروا وأنكروا ما به وسألوه عن مصابه، ثم حاولوا أن يسروا عنه وأن ينتزعوا أفكاره منه، فاجتمعت الثلة وتراهنوا على ضرب الجلة. وفي هذه اللحظة برز لهم شيخ عجوز في يده إبريق وكوز، وظل يتفرس في وجوه اللاعبين حتى وقعت عينه على علاء الدين، فأسرع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 52 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 53 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأسرة الصغيرة واجهتها ضائقة عسيرة بعد أن مات كاسبها وتواترت نوائبها، وبدأت الأم تتخفف فباعت ما زاد ثم ما لم يزد ثم ما هي في حاجة إليه، حتى أكلت اللحاف والإناء وعضتها الحاجة الحوجاء، فوضعت همها في علاء وصوبت إليه من الكلام ما يشبه السهام، ولمست دموع الأم قلب ابنها فرفع رأسه وقال لها سوف لا أعود إلا مع الفرج، وتركها وخرج. وظل يضرب في شوارع بلوخستان حتى وصل إلى المكان الذي كان يجتمع فيه مع الشبان، فلما وصل لأصحابه نكروا وأنكروا ما به وسألوه عن مصابه، ثم بدا لهم أن يسروا عنه وحاولوا انتزاع أفكاره منه، فاجتمعت الثلة
وتراهنوا على ضرب الجلة، وشمر المتسابقون وجعلوا يتراكدون وهم يتضاحكون. لا سيبك من دي، اذا كنت عاوز تنزل صحيح هات الجلة الكبيرة. تجيبها كام؟ اجيبها 15 دينار. انا اجيبها 18. 18 فين؟ فين علاء؟ بتقعد بعيد ليه؟ انا وياكم. عاوز يجيبها 18. انا سامع. تجيبها انت كام؟ لا انا النهارده هتفرج عليه. تسمح يا ابني؟ ايه؟ مين الشاب اللي واقف لوحده هناك ده؟ ده علاء. علاء ايه؟ علاء الدين. ما انا عارف انه علاء الدين، انا بسأل عن ابوه. ابوه مين؟ ابوه متوفى. ما انا عارف انه متوفي، انا بسأل اسمه ايه؟ كان اسمه عم بغمان. بالظبط. طب كان بيشتغل ايه؟ كان خياط. مظبوط مظبوط، انت الظاهر عليك تعرفه كويس. احنا اصحاب واحنا عيال. باين باين عليكم. طب كان ساكن فين؟ ساكن ورا السوق الكبير في عطفة القلايين. تمام تمام، الله يفتح. انت معانا في الرهان؟ ايوه معاكم. واحد اثنين ثلاثة. استنى مريس علي المكان. لا دي ما تنفع. يعني عاوز تعيدها؟ له حق يا علي. الله سبحان الخالق الأعظم. ما فيش يا ابني، أصلك أصلك شبه أخويا القاطع الناطق. يخرب الشبه البعيد. سبحان الله، لولا ان اخويا زمانه بقى راجل عجوز ما كنتش اصدق انه مش انت. يا سلام، حتى الحركات بتاعته بكلامه. سبحانك يا آدم. واخوك ده اسمه ايه؟ وانت بتسأل على ايه؟ مفيش يعني. كان اسمه بهمان. ايه بتقول اسمه ايه؟ بهمان. انت بتقول اسمه بهمان؟ ايوه اسمه بهمان. ليه؟ كان بيشتغل ايه؟ وانت بتسأل على ايه؟ ما تعرفش كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل خياط. الله، انت بتعمل كده ليه؟ وبيته، بيته فين؟ الله، انت هتحقق معايا ولا ايه؟ قولي قولي بيته كان فين؟ احنا كنا ساكنين في عطفة القلايين. عمي عمي. انت مين؟ انا علاء ابن اخوك بهمان. ابن بهمان انت؟ يا حبيبي يا ابني، ازاي يا اخويا؟ فين بهمان دلوقت؟ اخوك تعيش انت؟ مات بقال بيجي سنة اهو. الله، ازاي يا حبيبي يا اخويا؟ عمي مسكين بهمان، ما لحقنيش وانا غني. امال انت كنت فين يا عمي؟ انا بقالي 30 سنة يا ابني. ازاي اخويا ما كلمكوش عني؟ انا خرجت من 30 سنة افتش عن المال والغنى، لفيت الدنيا وربنا فتح عليا، جبت المال وراح اللي أعزم المال. أخويا عمي. أمال أمال أنتوا عايشين إزاي يا ابني؟ الحالة وحشة موت. إزاي؟ مش لاقيين القوت، وهي أيام بتفوت. يا حبيبي يا ابني، اسمع يا علاء، إذا كان أخويا مات أنت عوض عنه. خد. إيه ده؟ دول دينارين. اديهم لوالدتك وقول لها عمي بيسلم عليكي، وانا حفوت عليكم بكرة عشان اشوفكم واتغدى معاكم. مع السلامة يا ابني. مع السلامة يا علاء. علاء، يخص عليك يا علاء،
زعلتي مني؟ أنا زعلت من نفسي. أنا قلتلك أني مش هرجع إلا ما ربنا يفرجها. أيوة ودين رجعت يا أم. يعني ربنا فرجها علينا. هو ربنا بينسى حد؟ خد يا أم. دول اتنين دينار. أيوة يا أم. ودي علاء. أنت عملت إيه؟ قولي. كل خير. أنا حقولك كل حاجة. أنت لا في إيدك شغلة ولا مشغلة. اتنين دينار؟ انت اتجننت؟ ما انا هحكيلك اهو. حكايتك باينه. تحكيلي ايه وتروي لي ايه؟ اصلي هو احنا وش كده يا ابني؟ انا ياما تيجي على اخر الزمن تبهدلني؟ طب بس اسمعي مني. اسمع. الفلوس دي اديها لي عمي. عمي مين وخال مين؟ هو انت لك عمام يا علاء الدين؟ ايوه ياما كان بعيد عننا بقاله 30 سنه. يا ابني ابوك ما كانش له اخوات. لا ياما بس انت ما تعرفيش، سافر من 30 سنة يفتش عن المال والغنى ورجع امبارح وحيزورنا بكرة الصبح. يا أما إزاي الكلام ده؟ لما عرف إن أبويا مات قطع عينيه من العياط، وكان عاوز يزورنا النهاردة لولا إنه مرتبط بميعاد. أبوك له إخوات؟ أيوة يا أما. أنا مش داخل عقل الحكايات دي. ما هو قدامك أهو. أما الاتنين دينار دول منين؟ اوعى تكون قلت عقلك يا علاء الدين. مش عيب يا أما. طب يلا يلا قوم ننظف البيت ونوضب نفسنا عشان لما يجي عمك يزورنا ما يلاقيناش كده. يلا يا اما ايدي معاكي. بركه اللي ما جاش النهارده. هات لي قلتين ها واشتري لي مستكه. احنا مش هنغدي يا اما. يا دي الفضيحه. امال ايه هنغدي ايه؟ اما نبقى بكره يبقى اللي ربنا يقسم بيه نعزمه عليه. النهارده كمان متفرج. تجيبها كم مره؟ انا اجيبها 18. طب عالي المكان. 1 2 3. لا ما جاش على ثالث. علاء الدين. عمي انت فين؟ ما تاخذنيش يا علاء الدين. يا علاء ما تاخذنيش يا ابني. احنا استناك النهارده على الغدا. معلش يا ابني اعذرني. خد دول. ايه الله دول 2 دينار. اديهم لوالدتك وسلم لي عليها. ومش هتزورني يا عمي؟ ان شاء الله هزور كل لادي يا ابني. بس قولي انا نسيت البيت مش هو اللي انت عارف السوق الكبير وراه على طول عفت القلايين. تسيب اول باب على الشمال وثاني باب وهو ثالث باب. على خيره الله هنستناك يا عمي. ان شاء الله يا ابني. مع السلامه يا علاء. مع السلامه يا ابني. افتحي ياما افتحي ياما. علاء يخص عليك يا علاء. انت زعلت مني. اسكتي ياما. ايه خدي دول. الله ايه دول؟ 2 دينار. انت هتخلي عقلي يشت مني؟ مش قابلت يا عمي، كان جاي لنا النهارده الدور لولا انه كان على ميعاد وقال لي خد الدينارين دول وسلم على والدتك وسلم عليها. وهو عمك ده فين اللي طلع لنا؟ حاجلنا الليلة يتعشى معانا ويقعد شوية ويانا. الليلة. طب يلا يلا قوم وضب معايا ايدك ويانا. وأرسلت الأم علاء فاشترى لها بعض الأشياء حتى إذا كان المساء أطلقت البخور في البيت وعمرت القنديل بالزيت. وظل علاء الدين مع أمه في انتظار عمه حتى توارد بالحجاب، وعندئذ سمع طرقا على الباب. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 53 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.
ولما كانت الحلقة 54 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وقبلت الأرض بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن علاء الدين لما رجع إلى أمه وأخبرها بحكاية عمه وقدم لها الدينارين ورأتهما رأي العين، صدقت الأم حكايته وتوقعت زيارته بعد أن تكررت حكاية الدينارين 2 في 2 متواليين. وأرسلت الأم علاء فاشترى لها بعض الأشياء، حتى إذا كان المساء رشت الماء وأطلقت البخور في البيت وعمرت القنديل بالزيت، وظل علاء الدين مع أمه في انتظار عمه، وطال بهما الانتظار داخل الدار، وبدأت الأم ترتاب وبدا لها أن علاء الدين كذاب، وقبل أن تأخذه بالسباب سمع طرقا على الباب. الله، ده هو عمي. قوم افتح له بالعجل. أهلا عمي. ازيك يا ابني؟ اتفضل يا عمي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيكي. ازيك؟ ازيكوا يا اولاد؟ الله يسلمك. قبل كل حاجه وروني الحته اللي مات فيها اخويا المرحوم. طلع منه السر الالهي هنا. هو فين؟ فوق الفرشة دي. سيبوني قبلها بدموعي يا حبيبي يا أخويا. مسكين أخويا، مات وهو فقير، ما لحقتوش قبل ما يموت. البقية في حياتك. البقية في حياتي بنتي. البقية في حياتك يا ابني. ليه بقى حياتك يا عمي؟ اسمع يا علاء، انا يا ابني قضيت عمري ابحث عن المال، والحمد لله ربنا بسطها للغايه واداني الكفايه وفوق الكفايه، لكن انا ما اتجوزتش عشان كده ما خلفتش. ما كانش ليا من ظهر الدنيا غير اخويا بهمان ابوك، وبهمان راح وانت عوض عنه يا علاء. انت ابن اخويا وعوض عن اخويا. انت ابني وانت تعتبري نفسك اختي. انا قلقان عليكم. انتوا عايشين ازاي وبتعملوا ايه بعد اخويا؟ بتعمل ايه يا علاء؟ انا يا عمي علاء مسكين طالع خيبه. ازاي؟ هو بيشتغل ايه؟ لا شغله ولا مشغله. ليه؟ المرحوم تعب وياه عشان يعلمه صنعة ياكل منها لقمة عيش، ما امكنوش. لو كنت سمعت كلام ابوك ما كناش اتبهدلنا كده. ربنا ما يجيب بهدله. اخويا مات وانا مكان اخويا. جميع طلباتكم من عيني دي ومن عيني دي. ده انتوا لحمي ودمي، انا ماليش غيركم، والخير اللي معايا خيركم. اسمع يا علاء يا ابني. عمي. تعال يا ابني، تعال هنا جنبي. قوم كلم عمك. انت يا ابني جربت حظك في الصنعة
جربت حظك في التجارة؟ تجارة؟ التجارة عاوزة فلوس. الفلوس موجودة يا مرات أخويا، بس هو يوافق. والله رأيكوا بقى. إيه رأيك يا علاء في حتة دكانة كده صغيرة فيها شوية قماش بقيمة 500-600 دينار؟ إيه 500؟ هو أول ما نشطح ننطح؟ أنا متأكد إنه حينجح وتجارته هتربح. إيه؟ من بقك لباب السماء. انت بكرة الصبح تقابلني في السوق عشان اجيب لك هدوم غردي، واعرفك الاول بتجار البلد دي. ان شاء الله. الله، على فين؟ على فين يا عم؟ كده كويس، ما تنساش معاد بكرة. من غير ما تتعشى معانا؟ معلش. ما يمكنش، هات الدست والنزالة يا اما. معلش معلش، مش النوبات ده، انا عامله لك كمونية، الكمونية اللي كان بيحبها المرحوم. في الايام قدامنا كتير، وطلت العمر تبلغ الامل. ما تنساش يا علاء الميعاد بتاعنا. ان شاء الله يا عمي. خليكوا دلوقتي بعافية. الله يعافيك. كويس الدكانة اللي فاتت دي يا عمي، مش بطالة، وكمان إيجارها معقول. إن ما لقيناش أحسن منها هنرجع ناخدها. إحنا لفينا كتير. معليش، نتعب شوية عشان نرتاح بعدين. لكن إحنا سيبنا الدكاكين، هنرجع حالا. بس أما نوصل هنا. هنا فين؟ قريب. هنا هنا. يا ده إحنا بعدنا عن العمار. معليش معليش، ده احنا وصلنا اهو يا سيدي. خلاص وصلنا. فين انت عاوز تعرف كل حاجة مرة واحدة؟ اما نوصل عند الصخرة دي هقولك كل شيء. وش معنى الصخرة دي؟ تعال هنا يا ابني، اقعد اقعد يا علاء. احنا تعبنا، افرد المنديل تفرد. احنا لسه شبعانين. قول يا علاء يا ابني واسمع مني، انا عاوزك تطاوعني. انا تحت امرك يا عمي. طب قوم اجمع لي شويه اعشاب من الاعشاب دي. حاضر يا عمي، بس اعمل لك همه. بس اديني جبته لهنا برجلي، ادي الصخره وادي الاعشاب وادي البخور وادي الكتاب. الاعشاب يا عم. حطها هنا يا ابني، هات. انت هتولعها يا عمي؟ انا مش قلت لك تطوعني؟ خف خف، تدور وتلف، حنضل حنضل حقبس مندل، يظهر مندل، زلزل زلزل قبل ما تنزل، دمدم وتوي وانت بتهوي. هيا 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 عمي، هيا هيا. الأرض الأرض انشقت قدامنا، في كهف قدامنا مسدود بصخرة كبيرة وفيها حلقة نحاس. شايف الصخرة دي؟ الله عمي، انت انا ايه؟ شكلك بقى كده ليه؟ شكلك بقى مخيف. تعال هنا. اي انت ما انتش عمي. اسكت اسكت. شايف الصخرة اللي قدامك دي؟ ايوه ايوه شايفها. قدم ومد ايدك ارفعها. انا ايوه انت. وهو في حد يقدر يرفعها؟ مفيش حد غيرك يقدر يرفعها. وبعد ما ارفعها هتلاقي تحتها قصر، وفي صالة كبيرة فيها مصباح والع، تتقدم وتاخد المصباح تطفيه وتدلق الزيت اللي فيه، وبعدين تجيبه وتيجي على طول. مدوا التالي. طيب طيب يا عم رهبان، طيب
ارفع الصخرة بيدك. اخوانا حد يقدر يرفع دي؟ دي زي الجبل. شدها من الحلقة النحاس. الله، دي طلعت في ايدي، دي خفيفة خالص. الله، القصر اهو. انزل هات المصباح، انزل. طب صحيتني بمنزل. ما تقدرش تنط، هات ايدك. انا عم الاهدان، ما تضيعش وقتك، ادخل هات المصباح وتعالى. حنضل حنضل حق سمندل، يظهر مندل، زلزل زلزل قبل ما تنزل، دمدم وتوي وانت بتهوي. عم الاهدان عم الاهدان، جبت المصباح؟ ايوه. هات، مد ايدك فوقنا والهولي. طب مش مطياني؟ هات المصباح الاول. طلعني اول. اسمع الكلام، ناولني المصباح. مطياني، ما تبقاش مجنون، ارفع ايدك بالمصباح لقولهولي. طلعني وادهولك. اعمل معروف، مفيش فايدة. ابوس رجلك. ابويا قالي ما امنش الخاين ويخون امين. انت خنتني، مش ممكن اعملك. علاء الدين ما تبقاش مجنون، الشمس قربت تغيب. طلعني طلعني المصباح. طلعني، الشمس غابت. الكهف هيتقفل عليك، الكهف هيتقفل عليك. هو انقفل الكهف على علاء الدين، وأصبح تحت الأرضين بين سجين وبين دفين. ولما زالت الدهشة وخف وقع الصدمة، فتح عينيه ونظر حواليه، فرأى ما لم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 54 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 55 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن علاء الدين لما انكشف له الساحر اللعين، وعرف أنه ليس عمه، وأنه لا عهد له ولا ذمة، وأنه إنما كان يجري وراءه ليحاول إغراءه حتى يفتح الكهف السري ويحضر له المصباح السحري، وأرغمه الساحر على النزول، فنزل الكهف وهو مذهول، حتى إذا أحضر المصباح وقف في قاع الكهف وصاح، حتى ينتشله الساحر ويخرجه من هذه المخاطر. وصدق علاء الدين ظنونه، وعرف أن الساحر يريد أن يخونه، فوقف بإرادته دونه، وأبى أن يناوله المصباح المسحور إلا إذا أخرجه من الكهف المهجور. وطال بينهما الأخذ والرد والعرض والرفض، وأحدهما فوق الأرض والآخر تحت الأرض، حتى مالت الشمس للمغيب. وعندئذ سمع دوي رهيب، وانقفل الكهف على علاء الدين، وأصبح تحت الأرضين
بين سجين وبين دفين، يبكي بالدمع السخين ويكلم نفسه كالمجانين. الله، المغرن قفلت والصخرة رجعت. ياللي فوق ياللي فوق. محدش سمعني، الملعون حبسني. اعمل ايه؟ اروح فين؟ اجي منين؟ انا فين اول؟ ايه القصر ده؟ يا سلام، ده انا ما كنتش واخد بالي. شجر طرح لؤلؤ، مين يصدق؟ بستان كل طرح لولي ومرجان. سبحانك، ما اعظم شانك. شجر عيدانه الذهب اصفر، والورق بتاعه زبرجد اخضر، وطارح ياقوت احمر. دي حاجه تحير، ذهب ذهب ولؤلؤ وياقوت، وانا مش لاقي القوت، من الجوع راح اموت. يا سلام، اللؤلؤ على ايد، على ايد لؤلؤ. اما مد ايدي اقطف لي عنقود. بسم الله الرحمن الرحيم. خدامك قدامك يطاوع كلامك يحقق مرامك، مأمور بالطاعة في الوقت والساعة. انت مين؟ انا خادم شجر اللؤلؤ، اسمع اللي تقوله لي. بص بعينيك، انظر حواليك، شوف قدرة الواحد، واطلب مني طلب واحد. اطلب منك طلب واحد؟ وانا كمان هطلب منك طلب واحد. انت؟ ايوه انا. تطلب مني ايه؟ اطلب منك العنقود اللي قطفته. عنقود اللولي؟ اعمل معروف ادهولي، اعمل معروف رجعهولي. تعمل بيه ايه؟ ارجعه تاني في مكانه على الغصن بتاعه. ده الطلب بتاعك؟ ده الطلب الوحيد، ماليش طلب تاني. ولو اديت لك عنقود اللولي، ايه اللي تعملهولي؟ زي ما طلبت منك طلب واحد، ليك تطلب مني طلب واحد. اي حاجه اطلبها منك تلاقيها قدامك في وقتك وساعتك. تقدر توديني قدام بيتنا دلوقتي اهو؟ اوديك قدام بيتك في غمضه عين. طب يلا وريني. طب يلا اديني. ايه؟ عنقود اللولي. اتفضل، ادي عنقود اللولي. هات. يلا بقى، استنى ما نرجع عنقود مكانه على اغصانه. اللولي على الاغصان بينور في البستان، ما مستهوش شد انسان. الله، اهو العنقود رجع مكانه على اغصانه. شوف يا انسان، شوف يا انسان. ايوه شاف. شوف الجمال الفتان، تبارك الرحمن. انا دلوقتي نفذت لك طلبك. وانا كمان هنفذ لك طلبك. انا هخرجك من السجن ده واطلعك فوق الارض. عاوز اخرج من هنا. دي حاجة هينة قدام باب بيتنا. غمض عينك وفتحها. الله، انا بقيت فوق وش الارض. راح فين الخادم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا خرجت من الكهف، بيتنا هو قدام الباب. انا يا سلام. انت معاك مين يا علاء؟ ما معيش حد ياما. الله، امال كنت بتكلم مين؟ بكلم نفسي زي المجانين. امال عمك فين؟ عمي ده احنا ربنا انقذنا من عمي. ليه بس يا ابني؟ ده ما كانش عم، ده غم. انت هتطول لسانك على عمك كمان؟ ولا عمي ولا حاجه، ده شيطان. طب بس احسن يكون جاي يسمعنا. هو عاد هيجي انكشف امره واتعرف سره. سر ايه؟ ده انت لما تسمعيني مش هتصدقيني. ده انت لبستني، ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه مش عمي ولا حاجه، ده واحد ساحر بقاله سنين بيفتش عليا عشان في كنز ما ينفتحش الا على ايديا. يا خبر، انت بتقول ايه يا علاء؟ مش بس كده، ده كان عاوز يموتني وقفل الكنز عليا وسابني. وادي اللي من الكنز يا ابني. الله، ده مصباح قديم. وجايبه ليه؟ انا عارف بقى يا اما. والنبي انك خايب يا ابني. انا تعبان يا اما، مش قادر امسك نفسي. علاء اسنديني. تعالى تعالى يا حبيبي. غطيني. طيب، ربنا يأذيه اللي كان منه السبب. لو كنا نعرف كده ما كناش ضيعنا القرشين. الاربع دنانير يا اما.
أنا كنت عارفة أنه ساحر، أنا كنت فاهمة أنه عمك هيشيل هم وهمك. بقى أنت هتفضل كده خيبان يا علاء؟ مش يا ابني تشوف لك شغلانة ولا؟ إحنا دلوقتي في الأكل ولا في الشغل؟ ما هو الشغل هو اللي يجيب الأكل. أنا ما عدتش تحت إيدي حاجة أبيع. البيت بقى السقف والدك، أبيع إيه؟ مش لاقي حاجة. أنت اسمع، عاوز المصباح ده لإيه؟ خديه بعيه. ده وسخ كده ليه؟ نظفيه. أما ادعكوا بحتة الخرقة دي. ما تطلبيه بين ايديك. انتوا عرفتوا سري ودعكتوا المصباح السحري، ايه تطلبوه مني؟ كلموا انت يا ابني. احنا جعانين. جعانين؟ تحبوا تاكلوا ايه؟ اللي تكون بيه. طب غمضوا عينيكوا وفتحوها. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد العفريت. العفريت تو واقف قدامنا. شوفي يا اما، شوفي. الله، دي صنيه. اكشفيها يا اما. اهدي يا علاء. شوفي الاطباق. دول فضه. الاطباق دول ولا ايه؟ اما ناكل اول وبعدين نعرف هما ايه. مدي ايدك، مدي ايدك، تعالي. الله. أكل عفاريت يا أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي علاء الدين؟ جعانين. جالك كلام؟ أدي احنا بعنا الأطباق وبيعنا الصينية وطار تمنهم من ايدينا. على كل حال ربنا مش هينسانا. انت هتفضل كده خالي شغلي يا علاء؟ انت كل من يحتاج تكلميني على الشغل. احنا في ايه ولا في ايه؟ اللي ما في قدامنا حاجة، اللي ما في قدامنا حاجة نبيعها ابدا. انا جعان يا ام. ما تيجي نبيع المصباح ده. انت كنت عملتي فيه ايه النوم اللي فاتت؟ انا دعكته راح بسم الله الرحمن الرحيم طلع لي. طب ما تيجي ندعكه تاني، ولما يطلع لنا العفريت نقول له يجيب لنا اكل. فين هو؟ اهو. يلا يلا ادعكيه. انا طب ندعكه سوا. مليشان اهو قدامك، ادعكه انت. انا حتى هخرج برا. استنى يا اما، هاتي اهو قدامك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك لبيك، كافة ما تطلبوا بين ايديك. احنا جعانين. جعانين؟ تاكلوا ايه؟ اللي ربنا يقسم بيه. طب غمضوا عينيكوا وفتحوها. هو في الحال وجد امامهما صينية عليها الوان شهية، فأقبلا على الطعام وصفت لهما الأيام، وكلما فرغ الطعام باع الأطباق الفضية والصينية، فإذا ضاع ثمنها وراح دعك المصباح، فأحضر له الجني غيرها وحمل إليه خيرها، وظل علاء الدين مع أمه لا يمتد تفكيره إلى أبعد من يومه، إلى أن كان يوم من ذات الأيام مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 55 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا
ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 56 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن علاء الدين عاش مع أمه لا يمتد تفكيره إلى أبعد من يومه، وقد غني بمصباحه السحري عن كل شيء يحكه كلما جاع، فإذا الأطباق والقصاع فيأكل ما بها، ويبيع الصينية والأطباق الفضية. وظل على هذه الحال ردحا من الزمان، وطابت لهما الحياة في بلوخستان، إلى أن كان يوم من ذات الأيام وقد فرغ من عندهما الطعام، فخرج علاء الدين ومعه طبق فضي ليبيعه كعادته للجوهري، ولكنه غاب وأطال الغياب، واشتد القلق بأمه وخشيت عليه من عمه، وفجأة فتح الباب ودخل عليها بادي الاضطراب. مالك يا علاء؟ في ايه؟ ما فيش يا ام، خدي. الله، انت راجع بالطبق ليه؟ ما بعتوش. ليه؟ السايغ ما لقيتوش ولا الطبق مغشوش؟ يا ريت يا اما. امال ايه؟ النهارده البلد كانت قافله. ليه؟ عشان الاميره توت كانت خارجه. يقوموا يقفلوا لها المدينه عشان ما فيش عين تقع عليها. الاميره رايحه الحمام ومعاها جواريها، خلوا لها الشوارع اللي هتمر فيها احسن يشوفوها. انا لقيت ناس بتقفل دكاكينها وناس بتجري على بيوتها. ساعة ما قالوا الأميرة توت بعد شوية حتفوت، معرفش إيه اللي طلع في دماغي وقلت أشوفها. تشوفها؟ آه. وشفتها؟ ساعة ما شفت الموكب جاي من بعيد استخبيت ورا شوية جريد وشوية، والموكب فات كله بنات في بنات. تعني شفت الأميرة؟ في اللحظة اللي فاتت فيها عليا عينيها جت في عليا، ساعة ما شافتني كشفت وشها وابتسمت لي. ما يوم حبيت الأميرة. يا دي المصيبة. وعارف انها حبيتني. انت اتجننت. ساعة ما بصت لي عينيها قالت لي: اوعى تقول كده قدام حد. انا بحبها، انا حموت. الاميرة توت بنت الملك كلكوت تحبك انت. ويحصل ايه؟ ويحصل ايه؟ هي دي حاجة صغيرة. على كل حال انا مش باخد رأيك، انا بس بقولك عشان عاوزك في موضوع. موضوع ايه؟ عاوزك تقومي دلوقتي تخطبيها لي. ايه؟ في الحاجات دي. انا مش بهزر، انا بتكلم جد. انت جرالك حاجة؟ راجع نفسك، وقف عند حد. مفيش فايدة، انا بحب الاميرة والاميرة بتحبني. انت هتروح فين يا صعلوك بين الملوك؟ ليه واحنا نقل عنهم ايه؟ علاء، انت نسيت المصباح السحري؟ احنا نقدر نعمل كل حاجة. انت عاوز تعادل الملك؟ انا عاوز اناسبه. ازاي يا علاء؟ انت يا ابني النهاردة تعبان. انت ما تتكلميش كلام زي ده، احنا مش اقل منهم. انا اقدر اسخر الخادم بتاع المصباح يقلب البلد على اللي فيها ويخلي عليها وطيها. انا هدعك المصباح واخلي الخادم يجيب لها هديه ما حصلتش في الدنيا. علاء، فين المصباح؟ شبيك لبيك، كافه ما تطلبه بين ايديك. انت عارف الشجر اللي بيطرح لولي؟ الشجر اللي بيطرح لولي ما يوجدش الا في بستان الجواهر. انا عاوز تقطف منها عنقود لولي وفي طبق ذهب تجيبهولي. انما ده يموت خادم شجر اللولي. شوف لك طريقه، انا عاوزك تجيبهولي. خلاص، ما دام دي رغبتك غمض عينيك وفتحها.
شوف يا علاء. شوف يا أمي. عنقود لولي في طبق ذهب. في زيادة عند الملك كلكوت. ده ولا في الملكوت. عاوز أقدمه هدية للأميرة توت. عاوزك تقومي دلوقتي وتستني الملك لما يفوت وتقدمي له الهدية وتخطبي للأميرة توت. أنت شايف كده يا ابني؟ ده الشيء الوحيد اللي يريحني. خلاص يا علاء أنا هقوم، واللي يعمله ربنا هو اللي يكون. انت ليه غبت عليا؟ الله، انت راجع بالطبق تاني؟ مفيش نصيب النوادي. ليه؟ رفض الملك يقبلها؟ هو شافها لما هيرفضها. انت ما قابلتهوش؟ ما قابلتهوش. ليه؟ فضلت واقفة قدام القصر، فات علي الملك قدامه الحرس ووراه الحرس، جيت اتقدم زقوني، حبيت اتكلم منعوني. ازاي؟ معلش يا ابني، اللي ما اتعملش النهارده يتعمل بكره. يعني بكره تقدميها؟ ان شاء الله بكره. وانا لسه هستنى بكره. بنتي ما تعرفيش ان اقدر اتجوزها بالقوه. انا بس مش عاوز ازعل نسايب ياما. معلش يا علاء، اصل سمعت ان الوزير خطبها لابنه. اللي يغلب صاحب النصيب، ويوم من يوم قريب. مولانا الملك كلكوت. فين الوزير؟ مولاي. في ايه؟ اذا كنت تسمح يا مولانا نتمم الفرح ونعقد عقد الأميرة توت على عبدك وابن عبدك ابني. بعدين ابقى كلمني. قل لي يا وزير. مولاي، في واحده ست بقالي ست ايام اشوفها قدام الباب وفي ايدها لفه، وكل ما فوت الاقيها تبص لي وتحاول تقرب مني، عايزه تكلمني. ازاي؟ حالا نطردها. تطردوها؟ انا عايزكم تدخلوها، انا عايز اشوف عايزه ايه وشايله معاها ايه. امر مولاي. يا حجاب، في على الباب واحدة في ايدها لفة، هاتوها هنا في الحال. اذا كنت تتعطف يا مولانا، انت وعدت عبدك وابن عبدك تديله الاميرة توت. قلت لك بعدين. اصله مسكين حيموت. مولاي تعالي هنا يا ست. انت ربنا يديم عزك ويعز جاهك. انت بقالي ست ايام اشوفك قدام الابواب، انت عايزه حاجه؟ متظلمه من شيء؟ في ايه؟ انا يا مولاي شايله لك هدايا. هدايا؟ هديه، ولو انها مش قد مقامك. فين هي الهديه؟ اتفضل يا مولانا. يا الله، شوف يا مولانا، دي حاجه ما حزهاش ملك ولا سلطان. جبتيها منين دي يا أمي؟ دي بتاعت ابني وهو اللي بعتني. ابنك مين؟ علاء الدين. علاء الدين مين؟ دي حاجة عظيمة، دي حاجة ملهاش نظير، ده شيء ملوش وجود في الوجود. هديتك مقبولة؟ هدية ابني علاء الدين. هدية علاء الدين، وعايزة ايه مقابلها؟ انا يا اطلبي ما تشاءي. وتنولني مطلوبي؟ ونولك مطلوبي. انا اطلب. اطلبي. اطلب ايد الاميرة توت. لمين؟ لابني علاء الدين. ابنك يتجوز الاميرة؟ انت يا حقيرة. يو، طب انا بكلم مولانا، وش دخلك انت معانا؟ سامع يا مولانا. اذا كنت انا في نظرك حقيرة، انما ابني مش حقير. ده شيء كتير. اسكت انت يا وزير. انت يا مولانا تعرف دي مين؟ احنا عارفين مين علاء الدين. انا ما سمعتش بيه. ولا انا يا مولانا. ازاي ما عرفوش؟ انا شخصيا ما شفتوش. وايه اللي تشوفه؟ لكن انا هاخد الرأي منك وانت خاطب الاميرة لابنك. طب بلاش نفصل في الموضوع، اديلها مهلة يا مولانا. قد ايه؟ تلات شهور نوظف فيها الامور. انا موافق. اسمع يا ست، تقدر تبلغي علاء الدين ان انا موافق مبدئيا على الجواز، وعايزه يستنى تلات شهور عليا،
وأنا قبلت الهدية. ربنا يعزك ويديم عزك ويعلي مقامك ويرفع أعلامك ويطول عمرك ويسعد أيامك. وقال لك كمان؟ هو أنا كل ما أقول عميده قلت لك خلاص الملك كالكوت حيدي لك الأميرة. طب احكي لي على الوزير. ساعة ما كشفت لهم الهدية الوزير كان حيطير. ولما كلمته عن بنته لقيت الوزير بقى يغير. طبعا يغير. وإيه كمان؟ هو الوزير اللي طلب التأخير. وش معنى الثلاث شهور؟ معرفش يا ابني، هو وسوس للملك والملك قال لي. أنا خايف من الوزير ده ياما. وأنا كمان خايفة منه. والعمل إيه ياما؟ قدامنا المهلة بس أنا خايفة. من إيه؟ بيتهيألي إن الوزير حيلعب بديله. لو الوزير لعب بديله أنا حوريله. طول بالك يمكن ظالمينه. هما ما يعرفوش سري، ما يعرفوش المصباح السحري. أنا مش هكلمه، أنا أقدر أحطمه. الأيام بتدور وبيني وبينهم ثلاث شهور، بيني وبينهم ثلاث شهور. هو مرت الأيام بالعجل وحل الأجل، ومرت ثلاثة الشهور وكأنها ثلاثة دهور، ونزل علاء الدين لأشتري الهدايا والعطور، فإذا المدينة غارقة في النور والناس في فرح وسرور، واقترب من الجماهير فأخبروه أن الأميرة توت بنت الملك كالكوت قد تزوجت من ابن الوزير. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 56 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 57 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يدي وراحت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أم علاء الدين ظلت تتردد على أبواب القصر 6 أيام حتى استلفتت نظر الملك وأرسل لها بعض الخدام، فلما أدخلوها عليه أسرعت هي إليه وقبلت الأرض بين يديه، ولما سألها عن حاجتها طلبت يد بنته لابنها وقدمت له عنقود اللؤلؤ في طبق من ذهب، فلما رآه الملك عجب غاية العجب وكاد يقول كلمته ويزوج ابنته لولا أن وسوس إليه الوزير، فقبل الزواج وأجله 3 شهور. ولما حل الأجل وتبسم الأمل ومرت 3 شهور، نزل علاء الدين ليشتري الهدايا والعطور، فرأى المدينة غارقة في بحور من النور والناس في فرح وسرور، فتقدم علاء الدين وسأل الغادين والرائحين فأخبروه أن الأميرة توت بنت الملك كالكوت سيعقد زواجها على ابن الوزير في هذا المهرجان الكبير.
وأن فرحها سيتم الليلة في حضور وجوه الدولة وأهل الملة. فلما سمع ذلك علاء الدين رجع إلى البيت وهو حزين، فلما رأته أمه وقد اختفى فرحه وظهر همه خافت عليه وأقبلت عليه. علاء أم إيه يا ابني كفل الشر، توك نازل من هنا كويس، إيه اللي جرى يا علاء؟ راحت يا أم. اللي هي إيه؟ طارت من إيدي. أنت بتتكلم عن إيه؟ الأميرة. أميرة إيه؟ الأميرة توت. توت؟ أيوة يا أم. مالها؟ خطفوها مني. يا حبيبي يا ابني. شايفة يا أمي؟ وده مين ده اللي خطفها منك يا ابني؟ ابن الوزير. إزاي؟ أبوها جوزها لابن الوزير. أنا من ساعة ما شفت الوزير عرفت إنه تعلب مكير. إحنا في الوزير ولا في الملك اللي خان العهد واليمين؟ معلش يا علاء الدين. إزاي؟ مش ممكن، ده شيء مستحيل. الصبر جميل. أمال كان بيقبل الهدية ليه؟ وكان بيوعدنا ليه؟ ربنا يجازيه البعيد. ده ربنا هيجازيه حالا. فين مصباح؟ أنت هتعمل إيه؟ أنا علاء الدين وهو الملك، أنا هفرجك عليه. علاء الدين. ها؟ ها؟ لبيك كافت ما تطلبه بين ايديك. الليله دي هيتم فرح الاميره توت بنت الملك كلكوت، وعاملين مهرجان كبير عشان هيجوزوها لابن الوزير. عاوزك تستنى عليهم لما يتم الفرح وينتهي الاحتفال والناس تروح، ويفضل العريس والعروسه لوحدهم. في اللحظه دي تروح مادد ايدك خطفهم، وبعد ما اخطفهم تجيبهم، وبعد ما جيبهم تقف على الباب بصفة حاجب من الحجاب، واللي أقولك عليه ساعتها تنفذه في ساعتها، وتطيع أوامري بحق السر اللي في المصباح. طب بس ما تقسمش، ده أنا مأمور. طول ما المصباح في حيازتك أنا رهن إشارتك. تنفذ لي كل كلامي. أنفذ لك كل كلامك، انت سيدي وانا خدامك. بعد الفرح ما يتم والناس تسيبهم، اروح خطفهم وتجيبهم لغايه هنا زي الهوى، وتعمل حاجه من الحجاب وقف قدام الباب. خلاص روح راقبهم لحد ما تجيبهم. مع السلامه. اللي جابنا هنا؟ احنا مش توهنا قاعدين في قصرنا. احنا فين؟ انا بحلم ولا دي الحقيقة؟ احنا مش لسه هم وصارين المعازيم؟ بعد ما هنونا نزلوا وسابونا وقفلنا الباب علينا، ولسه بنفتح عينينا لقينا نفسنا قاعدين هنا. انا لابد بحلم. أشيمة كلمني. انا هتجنن. بيت مين ده اللي احنا فيه؟ اللي جابنا فيه ايه؟ اللي جابكم الخطيب اللي سبتوه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انا العهد اللي خنتوه. الله، انا شفتك قبل كده مرة. فين؟ وانا شفتك قبل كده مرة. شفتي فين؟ من بعيد لبعيد ورا الاقفاص الجريد. اقفاص ايه؟ وكلمتني عنيكي. ايه؟ وجذبتني إليكي. انت بتقول ايه؟ ورحت لابوكي ووعدني بيكي. انت مجنون. اقعد يا وشيمة، احنا عاوزين نخرج من هنا دلوقتي حالا. اقعد يا وشيمة. انت تقدر تمنعني؟ اذا كنت عاوز تخرج اتفضل اخرج. يلا يا توت. وانت مالك ومال توت؟ انا مالي ازاي؟ انت ما تبص لهاش بعينك. يبقى السيف بيني وبينك. مكانك انت زودتها يا حاجب. مولاي، خد ابن الوزير احبسه في دوت الميه. في دوت الميه لغايه الصبحيه. خليك عندك، اوعى تلمسني. بقول لك خليك عندك. أشيمة، خليك عندك. بقول لك خليك عندك. انا هقتلك. دمك في رقبتك. خد. أشيمة. الخنجر ما بيعوروش، ما بيجرحوش. ما تخليش يعمل فيه كده، شوف زيله زي.
لغاية الصبحية في دورة المية. انت دلوقتي عاوز مني ايه؟ عاوز سلامتك. انا بس كنت جايبك عشان الحقك قبل ما يميل بخدك. انت الصبح هتلاقي نفسك في قصرك. تصبحي على خير. مولانا الملك، صباح الخير يا توت. الله، انت عامله كده ليه؟ الله، انت بتعيطي ولا ايه؟ امال اوشيما فين؟ ما اعرفش راح فين. انتوا زعلانين ولا ايه؟ احنا ما بتناش في القصر ليله امبارح. يعني ايه ما بتوش في القصر ليله امبارح؟ اتخطفنا. اتخطفتم؟ مولانا الوزير يدخل. مولانا تعال يا وزير. ده أمر خطير. إيه؟ أوشيما يا مولانا. ماله أوشيما؟ هو فين؟ امبارح خطفوه. الله، إيه الحكاية؟ وفي دورة المية حبسوه. الله، الكلام ده إيه؟ ده اللي حصل يا مولانا. ده أنا ما كنتش مصدق توت. ودول مين اللي خطفوهم؟ وإزاي خطفوهم؟ وشالوهم إزاي؟ والحرس كان فين؟ ما تتكلم يا توت، ما تتكلم يا وزير. أنا عقلي راح يطير. ولما خطفوهم ليه يرجعوهم؟ كانوا بيخطفوهم ليه؟ غرضهم إيه؟ هو قال علي. اللي هو مين؟ اللي خطفني. أنتي تعرفيه؟ لو شفت أعرف. وقالك إيه؟ قال إنه خطفنا عشان يوقف جوازنا. أنا متشائم من الجوازة دي. مولاي، أنا ألغيت الجوازة دي. مولاي، توقف الولائم وتتوقف الأفراح ويعلن الخبر في البلاد. الست اللي كانت جات لمولانا. ست مين؟ اللي كانت قدمت لمولانا عنقود اللولي. ها دخلوا هنا. انا كنت نسيتها. وايه اللي جابها؟ انا كنت موعدها. انت صحيح هتدي الاميره لابنها؟ يمكن اللي حصل لنا يكون سببه خلف عهدنا. طيب مش تختبر ابنها اول؟ ازاي؟ تشوفه ان كان يليق بالاميره. انا رايي تطلب منه هديه كبيره، إذا قدر يجيبها يتجوزها. الست على الباب يا مولانا. ادخلي تعالي. مولانا ربنا يعزك ويديم عزك. احنا فيه ميعاد بيننا يا مولانا. ايوة. انا جاية حسب الوعد. احنا بيننا عهد. شوف يا ستي، اذا ثبت لي ان ابنك يقدر يسعد بنتي اديها لابنك. وايه اللي يثبت لك؟ انت فاكرة عنقود اللولي اللي بعتهولي؟ فاكرة يا مولانا. يجيني في موكب على حصان اشهب ووراه 40 عبد، كل عبد شايل طبق ذهب فيه عنقود لولي. امتى يا مولانا؟ الوقت اللي ينفذ لي فيه طلباتي يجيني وانا نفذ له طلباته. يبقى معدنا بكرة. بكرة؟ ان شاء الله. على خيرة الله. هو رجعت الام الى ابنها فأخبرته بنتيجة سعيها، ولجأ علاء الدين إلى مصباحه السحري وأمر خادمه السري فأحضر له الهدية والركوبة الملكية، وركب علاء الدين ووراءه العبيد 40 يحملون صحاف الذهب وفيها عناقيد اللؤلؤ. فلما رآه الملك مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 57 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 58 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد
فمد الملك إليها يديه وأجلسها إليه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن علاء الدين تجاهل ما وقع الأميرة توت وأرسل أمه إلى الملك كلكوت ليستنجزه في وعده وتسأله الوفاء بعهده. وعمل الملك بنصيحة وزيره وأمعن في تدبيره، فطلب عناقيد اللؤلؤ في صحاف الذهب يحملها العبيد في موكب عجب، ولم يرض بديلا عن هذا الطلب. ولجأ علاء الدين إلى مصباحه السحري وأمر خادمه السري فأعد له حصانا أشهب، وركب علاء الدين كأنه الكوكب في أروع موكب، ووراءه 40 من المماليك، على رأس كل مملوك طبق من الذهب فيه عنقود كبير من اللؤلؤ. وصار هذا الموكب العجيب في شوارع بلوخستان، فتجمع الخلق من كل مكان ووقفوا يتفرجون وهم من الدهشة جامدون، حتى انتهى إلى ساحة القصر وفتحت الأبواب وتصايح الحجاب، وأسرع الملك لمقابلته في وجوه مملكته، فلما رآه علاء مقبلا عليه ترجل عن جواده وأسرع إليه. مولاي علاء الدين، ما شاء الله ما شاء الله. مولاي أنا تصورتك من أول لحظة بالجمال ده، أنا عرفتك من هديتك اللي يهدي أطباق الذهب عليها على إيد اللولي واحد بس، أنت يا علاء الدين. أنت بتخجلني يا مولاي. يا وزير، مولاي خدوا المماليك نزلوهم في قصر لوحدهم وارفعوا الهدايا اللي معاهم للأميرة. يا سلام، 40 مملوك على راس كل مملوك طبق ذهب في قلبه عنقود لولي، دي ما حصلتش، دي حاجة ما فيش زيها. عشان الأميرة ما فيش زيها. ارفعوا الهدايا للأميرة. اتفضل اتفضل يا علاء الدين، تعال يا ابني قل. أيوة. ازاي يا ابني احنا ما نعرفش بعض؟ بس ما كانش في ظروف. المفروض ان ناس كبار زيكم لابد اعرفهم ويعرفوني. احنا مش كبار. فضك من التواضع ده. ده مش تواضع، دي الحقيقة. فضك من الكلام ده، انت متنكر ليه؟ والدك مين وهو فين؟ والدي تعيش انت يا مولانا. ربنا يرحم الجميع. كان اسمه ايه يا علاء الدين؟ كان اسمه بهمان. بهمان؟ ايوه بهمان. مفيش امير بالاسم ده. ما هو ما كانش امير. امال كان ايه؟ كان خياط. ايه؟ كان خياط. الا كان خياط. تعرف انك ظريف. الحمد لله. مش تبقى عجيبة لما الملك يجوز بنته لواحد ما يعرفش شيء عنه؟ اسمع يا علاء الدين، انا يا ابني قلبي مال اليك، انا حجوزك بنتي وحسكنك معايا في قصري. كل اللي قلته جميل يا مولاي، ده كان منايا، بس النقطة الأخيرة. نقطة ايه؟ انا عاوز استأذن مولاي عشان ابني للأميرة قصر عالي جنب قصرك. انت عايز تأخر الزواج لما تبني لها قصر؟ وايه اللي اخر الزواج مولاي؟ رفعت الهدايا للاميره؟ رفعناها يا مولاي. اسمع يا وزير. مولانا انتوا رفعتوا الزينه؟ لسه هنصدر الامر للمدينه. ما تصدروش اوامر، سيبوا الافراح. الافراح ما تغيرتش، اللي تغير الاشخاص. فين الامين؟ فين المشير؟ اشهدوا يا اهل الديوان اني زوجت بنتي الاميره توت بما لي عليها من حق الولايه إلى الأمير علاء الدين. مبارك 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 أمير مبارك مبارك أمير. الله، جرى إيه توت؟
أمال فين الهدايا؟ وهي دي مسألة ماليش شأن بيها، إزاي ما تاخدوش رأيي فيها؟ إنما أنت ما شفتيش عريسك الجديد الأمير علاء الدين. الأمير علاء الدين ده يبقى مين؟ أنا والله ما أعرف يبقى مين. وإزاي تجوزني الواحد ما تعرفوش؟ لما تشوف الغنى اللي هو فيه والجمال يغنيك الحال عن السؤال. جماله محدش يحكم عليه إلا أنا بس. يعني إحنا ما بنفهمش؟ طب أهو زمانه جاي، أما أشوفك هتقولي إيه لما تشوفيه؟ أنا مش هشوف ومش هقابله. أنت ما أنت شايفة الهدية اللي جابها؟ يجي يشيلها. يشيلها إزاي يا توت؟ دي حاجة ملهاش وجود. أنت بتبعني، بتبعني، أنت مش فاهمني. أنت بتحكمي على حاجة ما شفتهاش؟ أنتوا ليه بتبعوني؟ ارحموني، ارحموني. يعني إيه كلامك ده؟ بقولك انت ما شفتيش علاء الدين. علاء الدين مش هيتجوزني. امال عايزه تتجوزي مين؟ مش هتجوز غير الفارس اللي خطفني. ايه؟ ما شافنيش غير مرتين، وانا ما شفتوش غير مرتين، مره من بعيد لبعيد وراء فاصل جريد، ومره ليله ما خطفني ومن ابن الوزير خلصني. انت عارفه الكلام بتاعك ده معناه ايه؟ انت فاهمه انت بتقولي ايه؟ مفيش فايده. انت بتعرضي امري؟ لو جوزتني علاء الدين هموت نفسي. انا حواريك اذا كنت. مولانا مولانا. في يا وزير؟ دي حاجة تخلي عقل الواحد يطير. ايه؟ بص يا مولانا، افتحوا الشباك ده، شوف يا مولانا. الله، ايه ده؟ انا مش مصدق عيني. الارض اللي كانت فاضية قدامنا بصينا لقينا القصر ده فيها. ازاي اتبنى وازاي اتقام؟ دي ولا في الاحلام؟ مش دي اللي كان علاء الدين امبارح بس بيستأذني عشان يبني عليها قصر للأميرة؟ قصر يتبني في يوم وليلة؟ ده ما يتبناش كده ولا في 5 سنين. أنا مش فاهم إيه حكاية علاء الدين. تعال معايا يا وزير. أنتوا هتسيبوني لوحدي ولا إيه؟ أما نشوف حكاية القصر ده إيه. قصر يتبني في يوم وليلة؟ ده قصر جميل ملوش مثيل. أدخل. الأمير يا مولانا. الله، لا مؤاخذة يا مولاتي، أنا كنت فاهمة إن هنا مولانا فجبت الأمير معايا. أمير مين؟ السلام يا مولانا. الله، أنت أنتي تعال الحقني يا حبيبتي. الحقني. مالك في إيه؟ خلصني أرجوك، خلصني. أبويا الليلة ناوي يجوزني. إيه؟ أنت قبل كده خلصتني. أنتي بتقولي إيه؟ ده إحنا انتهينا خلاص. إزاي؟ هيديك لمين؟ هيديني الواحد أمير. وأنا كلمته عنك كتير. اسمع يا توت، أنا بحبك وعشان حبك أكرمت أبوكي. أبوكي خان العهد معايا مرتين، أنا ما ورثتش من أبويا غير كلمتين، لا آمن لخاين ولا خون أمين. أبوكي خوان ملوش أمان، أنا بعد كده مش غلطان. قوليلي يا توت، أنت بتحبيني؟ قلبك يقول لك يا حبيبي. تهربي معايا يا توت؟ اهرب معاك وادوق الفقر وياك. طب يلا قومي. اخد هدومي. ولا هدوم ولا حاجه، تعالي ننفد احنا بحبنا. تعالي معايا. طب تعالى من هنا احسن يشوفنا. هاتي ايدك يا توت. امشي انت ورايا. ما تبكيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا توت، انا لوحدي اقوى منهم كلهم. الباب ده نخرج منه عالجنينة. تعالي. شوفي يا توت، الحياة، الحرية، الحب. وطي صوتك، تعالى من هنا. الله، ده ابويا اهو. الله، توت يا توت. ده شافنا بينادي علي. هاتي ايدك، تجري ولا شيل. انتوا بتجروا ليه؟ الله، ده الملك يضحك. ازاي ما بعتش العساكر ورانا؟ حاجة غريبة. اجري مار. امال هيقول ايه لعلاء الدين؟ ايه؟ ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انت وقفت ليه؟ علاء الدين مين؟ الامير اللي ابويا عاوز يجوزهولي. اسمه علاء الدين؟ اشتراني من ابويا بطباق الذهب وعلى ايد اللولي. هو ده العريس اللي انت غضبانة عليه؟ ايوه. الله، انت بتضحك، انت بتضحك ليه؟ طب يلا نرجع القصر تاني. انت بتقول ايه؟ مش بتقولي ان العريس اسمه علاء الدين؟ ايوه. خلاص نرجع تاني لابوكي وتسيبني لعلاء الدين يتجوزني. انا الشخص الوحيد اللي ما اقدرش اخدك من علاء الدين. يعني ايه؟ فهمني، انت بتخوفني. توت ابويا. انتوا بتجروا ليه؟ حكايتكم ايه؟
تقولي له انت ولا اقول انا؟ تقولوا لي ايه؟ احنا كنا بنجري هربانين. هربانين؟ من مين؟ من علاء الدين. انا مش فاهم. عشان الاميره مش عاوزه تتجوز علاء الدين. ايه؟ اعمل اللي تعمله فيا، احبسني، موتني. الله 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 الله. مش هتجوز علاء الدين، مش هتجوز علاء الدين. امال انت دلوقتي ماشيه مع مين؟ ماشيه مع الفارس اللي شافني وليله الفرح خطفني. الله. ومن ابن الوزير خلصني. الله. هو انت؟ انا. انت اللي خطفتها يا علاء؟ علاء مين؟ علاء الدين. انت؟ انا علاء الدين. الله، عجيبه، انا ما كنتش فاهمه ان علاء الدين يبقى انت. وانا ما كنتش فاهم ان انت تبقى علاء الدين. واقيمت الافراح والليالي الملاح، وانتقلت الأميرة توت إلى القصر الجديد، وسعد الزوجان وصفى لهما الزمان، إلى أن كان يوم من ذات الأيام، وخرج علاء مع الفرسان والأمراء للصيد في الصحراء، وفي أثناء غيابه حدث أن مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 58 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 59 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأقبل عليها وهي تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن علاء الدين لما تزوج الأميرة توت بنت الملك كلكوت وانتقل إلى القصر الجديد، حرص على مصباحه السحري وجعله في مكان سري، وحدث أن دعاه بعض الأصدقاء من الكبراء والأمراء للصيد في الصحراء، وخرج علاء وغاب 3 أيام حدثت فيها أحداث جسام، فقد رجع الساحر إلى بلوخستان، فسمع الناس يذكرون علاء الدين، فذهب إلى حارة القلايين وجعل يسأل الغادين والرائحين، ويحدث نفسه بين حين وحين: علاء الدين، علاء الدين، كل الناس بتقول علاء الدين يتجوز الأميرة توت بنت الملك كلكوت. علاء الدين مات وشبع موت في الكنز المرصود، أنا شفته بعيني والكنز بيتقفل عليه، أنا خايف ليه؟ أحسن طريقة أروح حارت القلايين مطرح ما كانوا ساكنين. حارت القلايين، حارت القلايين. تسمح يا ابني؟ ايه؟ انا غريب من البلد دي. في خدمة يا والدي؟ هي دي حارت القلايين. هي دي. انت عاوز مين؟ هو حضرتك من حاره القلايين؟ بقالنا ساكنين فيها 9 سنين. يعني تعرف علاء الدين؟ علاء الدين مين؟ علاء الدين ابن بهمان. ابن الخياط؟ ابن الخياط.
عم بهمان ما سابوا الحارة من زمان، بقالهم النهاردة سنتين. وراحوا فين؟ علاء الدين؟ الحبايب عليه ايه؟ مش اتجوز الأميرة توت بنت الملك كالكوت. ياه، ودي جات ازاي؟ حد عارف؟ اهوشي بيقول معاه طاقية لخفة، وشي بيقول معاه فص الملك. وسبحان العالم بقى. انت عاوزه لايه؟ انا كنت جايب له رسالة من ناس قريب. اذا كنت عاوز تقابله عندك القصر بتاعه، تقدر تروح له. فين؟ قدام قصر الملك. هما قصرين، الصغير قصر الملك والكبير قصر علاء الدين. طيب يا سيدي متشكرين. تمشي على طول وبعدين تخش على اليمين وقول فين قصر علاء الدين. انت بتلح ليه؟ انت عاوز ايه؟ انا من طلاب الاحسان. قلت لك مش حييجى الا بعد 3 ايام. ليه؟ بس ابقى انت تعالالي. سيدي علاء الدين كريم، ما يردش سائل ولا يمنع مسكين. علاء الدين مسافر والمصباح في القصر حاضر. وانا الساحر الماكر، والحيلة تغني عن القوة. أنا حجيب 20 مصباح جديد وأشيلهم وأقف تحت الشبابيك، وأفضل أنادي مين ياخد مصباح جديد بحاله ويديني مصباح قديم بداله. إذا كان علاء الدين سايب المصباح في قصره وكان محافظ على سره، يبقوا مش هيعرفوه، وساعة ما نادي حيقدموه، واخد انا مصباح علاء الدين. انا حقوم اقف هناك واشيل المصابيح وانادي تحت الشباك. يا اخوانا يلي في الحاره، الجارة تقول للجارة تجارة ولا هيش تجارة. يا اخوانا يلي في الحارة، يا ست انت يلي واقفة هناك، يا اميرة يلي بتبص من الشباك. يا ست مش ملاحظة بيعمل ازاي. راجل مجنون اتجنن يا عالم، بيبيع المصابيح الجديدة بالمصابيح القديمة، الجديد بالقديم، المكسر بالسليم. تعالوا انهبوني، تعالوا اسرقوني. مين يديني قديم بجديد؟ مين يشتري محبوب بجديد؟ شوفي بيرقص ازاي يا ستي. وقول له نشيد النحيادي، والنحيادي حد ندهلي، حد شاورلي، حدش قالي خد ده وهاتلي بداله جديد. وانا غنيله واقول له نشيد، مين يديني قديم بجديد؟ وادي بداله مصباح جديد. مين يشتري محبوب جديد؟ مين يشتري محبوب جديد؟ مين يشتري محبوب جديد؟ مين يشتري محبوب جديد؟ وادي مصباح جديد. الناس بتديله الفوانيس القديمة وياخدوا بدلها فوانيس جديدة. في مصباح قديم في اوضة سيدي. انزلي ادهوله وخليه يغني تحت الشباك. حاضر يا ستي. مين يديني قديم بجديد؟ مين يشتري محبوب بجديد؟ وانا غنيله واقوله نشيد. خد يا عم مصباح قديم اهو. فين؟ بس عاوزين نغنيه وقت تكون حلوة. خد وادي بدله مصباح. ايه مالك؟ في ايه؟ المصباح. طب مش تديني بدله واحد جديد؟ خديهم خديهم اهم كلهم. الله، الراجل خد المصباح القديم وطلع يجري. المصباح السحري فين؟ علاء الدين يتجوز توت الأميرة الجميلة. ها
حلوة حلوة. خسارتها فيه ده ولد سفيه. أنا إبليس هخليه في الإنكيس. أما أدعك المصباح وأمر الخادم يخطف الأميرة. الأميرة بس والجواهر اللي معاها. والجواهر يعني إيه؟ أنا هخطف القصر باللي فيه. شبيك لبيك كافة ما تطلبه بين إيديك. إزايك الأول؟ زي ما أنت شايفني. إيش تطلب مني؟ عاوزك تطاوح أوامري. أنا مأمور بطاعتك طول ما أنا في حيازتك. عاوزك دلوقتي أهو تشيل قصر الأميرة باللي فيه وتحطها بأسرها فوق جبال القمر. لا يطلها جن ولا يطلها بشر. في لمحة نظر مش هيلاقوا له أثر. فوق جبال القمر لا يطلها جن ولا يطلها بشر. مولانا مولانا. ايه الحقنا يا مولانا. انا خلاص. انت وهمتني. اتكلم. القصر يا مولانا. قصر ايه؟ قصر الاميرة توت. مال اختفى؟ اختفى ما عادش له وجود. انت بتقول ايه؟ افتحوا الشباك ده. هي القصور بتطير. الله، القصر مش موجود. ما عادش له وجود. ازاي؟ والاميرة راحت فين؟ الاميرة بنتي. مين يعرف يا مولانا؟ الله، توت بنتي. فين علاء؟ علاء الدين عمل نفسه طالع يصطاد. هوم العساكر والرجال يفتشوا على علاء الدين في كل مكان ويجيبوه هنا في الحال. علاء الدين علاء الدين علاء الدين علاء الدين. ايه الاصوات اللي جايه من بعيد دي؟ الجماهير سايره يا مولانا. عايزين ايه؟ بيطلبوا بالافراج عن علاء الدين. ازاي العساكر سابتهم؟ الجيش انضم لهم. ازاي؟ مفيش حاجه تنفذ الموقف غير علاء الدين. مولانا علاء الدين. الله، علاء الدين، انت خرجت ازاي؟ العساكر بتوعك هم اللي فتحولي، هم اللي هربوني، لكن انا جيت لك عشان اثبت لك اني هساعدك. مش ممكن اسيبك لوحدك. هي اذا كانت بنتك هي كمان زوجتي ومصيبتها مصيبتي. انا مش عاوزك تسامح لي، انا عاوزك تمهلني. وعايز مهله كام يا علاء؟ اديني شهرين اقدم لك فيهم حاجه من اتنين، للاميره توت لرقبتي. علاء الدين، بيني وبينك شهرين احسبهم بدمع العين. بنتي توت بنتي توت. وترك علاء الدين الديار وجعل يجوب الاقطار بحثا عن القصر الذي طار. وطارت معه الاميره واختفت على هذه الصوره. وظل الفتى يجري ودموعه تجري حتى انتهى إلى خميلة. فاستحضر خياله الأميرة الجميلة فوقف يبكيها وجعل ينعيها. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 59 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كان حلقة 60 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في مكان القبول وجعل يصغي إليها في ذهول وهي تقول:
بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد، ترك علاء الدين الديار وجعل يجوب الأقطار بحثا عن القصر الذي طار، وطارت معه الأميرة واختفت على هذه الصورة، وظل الفتى يجري ودموعه تجري حتى انتهى إلى خميلة. لفيت كتير وتعبت كتير توت يا حبيبتي، يا ترى انت فين دلوقتي؟ ازاي اتخطفتي توت؟ حي لا يموت، بسم الله الرحمن الرحيم، وارث الملك والملكوت. انت ايه؟ انت بتندهلي ليه؟ انت مين؟ انا توت. توت؟ ايوه، اتنين بس اسمهم توت، انا وقرنتي. قرنتك مين؟ قرنتي الأميرة توت بنت الملك الكوت. هي تبقى قرنتك؟ أيوة تبقى أختي. أختك؟ أنا أخوها اللي تحت الأرض. وأنا جوزها علاء الدين. وماشي تبكي ليه يا مسكين؟ خطفوها يا حضرة القبيل. مين؟ الأميرة توت. اللي خطفها مين؟ يا ريتني كنت أعرف مين. انا هخليك تشوفها دلوقتي. تعالى. ايه؟ بص. ابص لايه؟ بص للاميرة توت. يكون من الصعبوت. مش عاوز تشوف الاميرة توت؟ يا ريت. خلاص بص في كم الصعبوت. هات دماغك. دخل دماغك في كمي وبص بعينيك وقول لي حي لا يموت. الله، القصر هو فين؟ في مكان خالي فوق جبل عالي. والقمر عليه؟ لسه حواليه. طيب اطلع فوق الجبل. طلعت فوق الجبل. روح قدام باب القصر. رحت قدام باب القصر. في قدامك حد؟ مفيش قدامي حد. طيب افتح الباب بشويش وخش جوه. في حد قدامك؟ ما فيش قدامي حد. ده شيء بيعيط. اتجه على الصوت. ده خاصي توت. يا ترى انت فين يا علاء الدين؟ توت يا حبيبتي. ما تزعقش، هي من هنا ما تسمعكش. علاء الدين، انت قبل كده خلصتني، ليه النبادي سبتني؟ علاء الدين، خلصني من السحر البعيد، خلصني، الساحر عذبني. لكن انا مش رخيصة، انا غالية، مش ممكن يقدر عليا. هو ملكني بسحره وانا ملكه بجمالي وحسني. ان ما كانش علاء الدين يلحقني يبقى الموت هو اللي خلصني. قلت لك ما تزعقش، هي من هنا ما تسمعكش. انت عرفت هي فين؟ ايوه يا علاء الدين. طب يلا وديني عندها قبل ما تعمل حاجه في نفسها. طول بالك يا علاء، هي دي فيها طولة بال، ما انتش سامع الكلام اللي انقال. انا اقدر اوديك لحبيبتك، لكن زياده عن كده ما اقدرش اساعدك. طيب انا مسلم لك امر. اصل الساحر بيستعمل المصباح السحري، والمصباح السحري الخادم بتاعه جني، لكن سفلي عينيه جمرة وعليه نظرة، ما يقدرش عليه إلا القدرة. بخطر وديني، ما كنتش أخلص توت أموت معاه. ذنبك على جنبك، بس قبل ما وديك هناك واتركك لحالك نصيحة واحدة هقولها لك. ايه؟ ما تحاربش الساحر الا بسلاحه. وايه سلاحه؟ المكر والدهاء. يعني اعمل ايه؟ خد يا علاء. ايه ده؟ ده سم قطري، هو ده السلاح السري اللي يجيب لك المصباح السحري. واعلم ان هذا السم
ملوش لون ولا طعم. طب قولي اعمل ايه؟ ما اقدرش اقولك، الموقف قدامك والظروف تدلك. طب يلا وديني. طب غمض عينيك وتعال على جناحي. الله، انت بقيت كده ليه؟ قلت لك ما تبصش ليا، انا بقيت في صورتي الحقيقيه. احنا رايحين جبال القمر اللي لا يطولها جن ولا يطولها بشر. طب انت هتسيبني ومين يرجعني؟ اذا غلبت الساحر هتستولى على المصباح والخادم بتاعه يرجعك، واذا الساحر غلبك هتبقى هناك تربتك. علاء الدين، هات ايدك، غمض عينك. وبعدين يا توت؟ انا قلت لك ما تتعبش نفسك. ازاي يا توت؟ ده انا كنت اموت، الكسملان قدامي ازاي ما اشربوش، الظهر منور ليه ما شموش، القمر مزهزه ازاي ما بصلوش. توت كلمني، رد عليا، نظرة منك تحقيني. توت توت، يا بنتي متصورة اني برجوك لاني مش قادر عليكي؟ ده انا كنت ازلزل الدنيا، كنت اهدها. تزلزل الدنيا؟ تهد الدنيا؟ مش ممكن تقدر عليا. اخدك بالقوة، تاخدني جثة ميتة، اموت نفسي قبل ما تلمسني. انت بتهزميني بعضي، انت لسه بتحبي علاء الدين؟ علاء الدين ده جوزي وحبه فرد وضيق. انت ما بتحبنيش يا توت عشان علاء الدين موجود. انا حقطع املك منه، انا حجيبه هنا بين يديكي واقتله قدام عينيكي. انا قايم على البلوخستان اامر المصباح واطير مع الرياح واجيب علاء الدين في غمضة عين. علاء الدين، علاء الدين راح له الساحر اللعين. علاء الدين، علاء الدين. توت، علاء. توت يا حبيبتي. علاء الدين انت جيت ازاي يا حبيبي؟ الدموع اللي دلتني، الدمع اللي شربته والعذاب اللي شفته. توت، علاء انت عارف انا فين؟ عارف يا توت. والعمل يا علاء؟ مفيش حاجة تنجينا من شره غير المصباح وسحره. المصباح شايله على صدره، ازاي ناخده منه؟ اذا حاربناه بسلاحه نغلبه. سلاح ايه؟ الحيلة. حيلة ايه؟ كل حاجة معمول حسابها. خدي. ايه ده؟ ده سم سقطري. سم سقطري؟ هو اللي حاجب لنا المصباح السحري. ازاي؟ السم ده ملوش لون ولا طعم، لو قدرت تسقيه السم. اسقيه السم؟ احنا حياتنا متوقف على شجاعتك. شجاعتي انا؟ انت اللي هتخلصينا. ربنا يقوينا. بس قولي ايه اللي عاوزه مني؟ خطة بسيطة خالص، هو حيفتش عليا لما يقس مني، وبعدين حيرجع لك ويرجع تاني يكلمك عن قلبك ويطلب حبك. من يوم ما جابني كل يوم يكلمني لما دوخني. ومن حسن حظي وحظك ان العين بيحبك، انت تقدري تديه السم وانت بتسقيه. مانيش فاهمة. لما يرجع تاني ويكلمك كلميه وفهميه انك حبيتيه. هيطلب الطعام اكليه، ويطلب الشراب السعادي، يبقى جه وقتك يا توت. فهميه انك بتخدميه وبايدك بتسقيه. وحط له السم في الكاس. مش هيحس بيه الا ساعه ما يطري من الارض. لو قدرت تسقيه السم السقطري حيموت الساحر وناخد الفانوس السحري. ربنا يعني. توت، انا عاوزك تشد حيلك، اليوم ده يومك. انا بس خايف عليك. احنا الوقت حياتنا وهنانا وكل شيء النهارده في ايديكي. انت ليه جيت؟ توت، علاء، ما تفكريش في حاجه تانية، احنا قدامنا مهمه ما فيش غيرها. خايفه يا علاء؟ مسافتها كام يوم لما نقتل الساحر وينقلب خوفك امان، وناخد القصر ونطير على بلوخستان ونعيش في امان زي زمان. وظل الزوجان ينتظران عودة الساحر من بلوخستان.
حتى مر أسبوعان، وبينما هما جالسان يتحدثان سمع صوت الساحر يهمهم في الفضاء وهو يهوي على القصر من السماء كأنه القضاء. فأسرع علاء واختبأ وراء الستائر. في اللحظة التي دخل فيها الساحر، ودخل الساحر كالعاصفة واتجه إلى الأميرة وهي خائفة. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 60 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ولما كانت الحلقة 61 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام، ثم فتحت له باب الأحلام، وبصوت كأنه أنغام جلست تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن علاء الدين لما تلطف به القدر والتقى بالأميرة توت على جبال القمر، أخبرته أن الساحر قد غادر المكان وطار إلى بلوخستان ليحضره إليها ويقتله بين يديها. وبينما هما جالسان يتحدثان سمعا همهمة الساحر تدوي في الفضاء وهو يهبط على القصر من السماء كأنه القضاء. فأسرع علاء واختبأ وراء الستائر. في اللحظة التي دخل فيها الساحر وهو غاضب فائر واتجه مثل العاصفة إلى الأميرة وهي خائفة. ها البقية في حياتك يا توت. في مين؟ في مين؟ في علاء الدين. علاء الدين مات. واللي مات فات. انت كنت عاوز تموته. اهي جت من عند ربنا. انا كنت عارف ان علاء واقف بينك وبيني الوقت ما فيش عندك مانع تحبيني. ما كنتش ممكن أحبك وعلاء الدين لسه عايش. يعني أنت دلوقتي بتحبيني؟ كلميني، رد عليا، طمنيني، كلمة منك تحييني، قوليلي بتحبيني. لا 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 ما توديش وشك بعيد، كلميني. أقولك إيه؟ قوليلي بتشعري بإيه؟ لما بشوفك قلبي بيدق. هو ده. إيه؟ هو ده الحب. أنا بحبك. طبعا بتحبيني. مين اللي قالك؟ قلبك. آه يا قلبي، سلامة قلبك. ما كنتش أعرف إني حبيتك يا حبيبتي. يا حبيبي توت. لا خليك بعيد عني، ما تلمسنيش قبل ما تتجوزني. أتجوزك دلوقتي؟ إحنا هنتجوز بعض هنا. أيوة هنا. ومين اللي هيعقد عقدنا؟ أنا معايا المصباح، حاجب لك العالم كله هنا يحضر جوازنا ويتفرج على فرحنا. انت عاوز تعمل فرحنا قبل ما تفرحنا؟ تشربي معايا يا توت. اشرب معايا. طيب لحظة واحدة يا توت. توت علاء تشجع يا توت، ربنا موجود. ان بيت مسجون بقاله سنين، عصروه الكهان وبقاله زمان. شوفي يا توت، شوفي النبيت. يا سلام، زي النور. زي النار. هات مملالك. امليلي، املي يا حياتي، وبايدك انت سقيني. اشرب. هاتي.
لا من ايدي. من ايدك انتي الكاس يا حلالي، ولو كان فيه السم السم يهنالي. اسقيني. اشرب يا حبيبي. اشرب يا حبيبي. اسقيني. كمان. انتي ما بتشربيش ليه؟ ازاي انت سكران مش واخد بالك؟ يعني انتي سكرانة دلوقتي؟ انا خلاص. طب اسقيني. الكاس قدامك. من ايدك زي ما كنت بتسقي. اشرب. توت. توت. سيبيني يا حبيبتي. يا توت خليك مكانك. طيب اتكلم بس بلسانك. ازاي؟ تعالي تعالي هنا. اوعى سيبني سيبني. انا ما كنتش عايز استعمل معاك القوة. اوعى سيبني سيبني. مش ممكن اسيبك. سيبها يا جبان. الله مين؟ علاء الدين. انا لفيت عليك الدنيا وانت في بيتي، افتش على الشيء والشيء في جيبي. خليك عندك، انا هقدمك ضحيه في عيد جوازي انا وهي. اما ادعك المصباح لبيك لبيك كافة ما تطلبه بين ايديك. انا عاوزك دلوقتي تمسك علاء الدين. اسكت يا رعين. ما اثرش فيه ما اثرش فيه. انا سكران ولا تعبان؟ امسك علاء الدين. فين الحي والنار في المي؟ لا لا انا مسموم. فين خاتم المصباح؟ انا تحت امرك. اطلب وانا انفذ لك. اطلب. الحمد لله الساحر مات. توت. علاء. انت بتبكي يا حبيبتي. فين المصباح السحري؟ المصباح في صدره، ما كانش يفرقه. فين فين؟ اهو ضربته في رقبته. ناوليني السكينه دي. هي معقوده ما تفكها؟ خلاص. انت هتعمل ايه؟ اول حاجه نفكر فيها ادعك من الصباح وأمر الخادم يرجعنا تاني بلوخستان. يا حبيبي يا أبويا. ده أبوكي حيندهش لما يجد القصر في مكانه. شوفي مدعكه. شوفي. شبيك لبيك كافة ما تطلبه بين إيديك. عاوزك تشيل القصر ده باللي فيه من هذا المكان وتوديه في بلوخستان مطرح مكان. في غمضة عين أمرك يا علاء الدين. غمضوا عينيكوا وفتحوها. مولانا مولانا مولاي. ايه انا عقلي طار من دماغي. في ايه؟ القصر بتاع ست الاميره رجع تاني. افتحوا الشبابيك دي. مين اللي قالك يا وش الخير؟ الله ده رجع تاني زي ما كان. حاجه عجيبه. الأميرة توت والأمير علاء الدين جم لغاية هنا.
أبويا أبويا أبويا. توت بنتي حبيبتي. مولانا مولانا علاء الدين، الحمد لله على السلامة يا ابني. النهاردة آخر يوم في الميعاد. أيوة فات الشهرين. وجاي أقدم لك واحدة من اتنين، اتفضل أديني أنقذت لك بنتك. أنت خايف على رقبتك؟ لكن أنا عايز أعرف الحكاية دي إيه، وإزاي القصر يتنقل من مكانه، ومين اللي خطف الأميرة وخطفها ليه، وعرفته إزاي وخلصت منه إزاي. دي أسئلة لابد أعرفها. عاوز تعرف جواب الأسئلة دي يا مولانا؟ طبعا. اتفضل معايا. فين؟ على القصر بتاعي. لا خليك انتو، احنا حنروح لوحدنا. تعال انت يا توت معانا. اتفضل يا مولانا. حاجة غريبة، الراجل القتيل ده هو الساحر اللي عمل العمايل دي كلها؟ حاجة ما تخطرش على بال. أقدر أشوف المصباح اللي بتقولوا عليه ده؟ إمال هاتي يا توت. أجيبهولك. اتفضل أدي المصباح السحري. يعني لو دعكته دلوقتي العفريت يطلع لي وينفذ لك جميع أوامرك؟ طيب أنتوا ضامنين أنه ما يروحش بينكم تاني؟ إن شاء الله. علاء الدين، تضمن دي منين؟ اهو الواحد بيعمل اللي عليه. اسمع يا علاء، انا عايز ادعك المصباح واطلب من الخادم طلب واحد. اتفضل. يعني موافق؟ موافق. مهما كان الطلب؟ مهما كان الطلب. وادي المصباح. شبيك لبيك، كافة ما تطلبه بين ايديك. انا عايزك الوقت تطيع امري وتعدم المصباح السحري. مولاي. ابويا. ايه؟ عايزك تعدم المصباح السحري. ازاي اعدم المصباح السحري؟ انت مش تطيع امري؟ ده انت بتحررني، انت بتخلصني من سجني. المصباح السحري. الخادم راح، ما عادش فيه مصباح. توت وعلاء الدين، احنا كده كويسين وعاشوا في اسعد حال واهنأ بال، حتى ادركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 61 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.